نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. التشكيلة الأساسية 22 بابي داي سايدو مع 4 فرايزر كازا، 27 ميساي وولد إيزامبي، 25 أبتامو تاديسي، 23 معز حسن، 2 عامر العمراني، 32 توفيق الشريفي، 17 غيث الزعلوني، 21 ادم الطاوس، 13 وسام بن يحيى، 5 احمد خليل، 8 غيث الصغير، 19 بسام الاسرار، في 28 حمدي العبيدي، و30 كينج سيدو. ان شاء الله الاداء يقترن بالنتيجه، المهم في مثل المواجهات هذه تحقيق المطلوب، تحقيق الهدف المنشود، المرور الى دور المجموعات. تفضل عاطف. الجمهور تقريبا جمهور كبير جدا يملا مدرجات ملعب رادس، ودخله دخله من اعلى طراز لجمهور النادي الافريقي. يتبقى كان على الملاعبيه الانتصار اليوم، اجواء ممتازه جدا بصراحه يصنعها جمهور النادي الافريقي، الجمهور الكبير، الجمهور الغفير ان شاء الله، جمهور الافريقي ليش لفريق بهير دار الاثيوبي. ان شاء الله التعويض اليوم يجي بالنسبه للنادي الافريقي اللي بصراحه هو الافضل، هو الافضل من المجموعات، ومكانه ايضا يلعب اقصى الادوار في هذه المسابقه. عندما تاوس يرفع الكره وترجع قدام بسام اسرار في التسويب فوق المرمى، يلزم النادي الافريقي يضغط على دفاع بهير دار الافريقي. رمسه من وسام يحيى، هجمه للنادي الافريقي، حمدي العبيدي، هذه كره على اليسار، عندما تاوس الرايه مرفوع، ادم الطاوس حسب الصوره لم يكن في موقع التسلل لفريق بهير دار، لكن مقطوع وسام يحيى، لعب الخبره النيجيري ايدو ايدو، هذا الاول، يلا حمدي، يلا حمدي، يلا حمدي، هذه التسويبه، تسويبه حمدي العبيد، وين الاعاده؟ هذا الريبلاي باليمين بداخل القدم، لو مشيت ويتصدى بابين داي سايدو. وسام يحيى الى بسام اسرار في الترويض، ممتاز، يلا بسام، يمشي بسام اسرار العرضيه مره اخرى، وسام بن يحيى، وسام بن يحيى يرفع الكره ويخرج الحارس بابين داي سايدو، ترجع من جديد للنادي الافريقي، التسويب، هاي الاعاده، التسويب كيف ما جات احمد خليل والحارس، فلي تسديد حمدي العبيدي كيما جات تسديده قويه، يطلب بسام توصل له الكره، بسام في الاستلام ثم الترويض ثم المراوغه، يبحث على حل العرضيه داخل منطقه الجزاء بالراس، وسام يحيى براسيه بعيده على مرمى بابين داي سايدو. النادي الافريقي هذه كره وهذه محاوله، بسام الاسرار في حذر الكره الى وسام بن يحيى، غيث الصغير ياخذ الكره، ثم احمد خليل، احمد خليل ولكن قبل الحارس غيث الصغير، باهي التمرير الى حمدي العبيدي، حمدي العبيدي حاضر من جديد الى غيث الصغير، الصغير بن سيدو، بسام اسرار فيه، بسام اسرار فيه يفتتح باب التسجيل في الدقيقه 14، فهي الكره وهي الاعاده والتحذير ممتاز، اسيست غيث الصغير وممشي بك فرغه يسجل في الدقيقه 14، يتمكن من افتتاح باب التسجيل، يسجل بسام اسرار في واحد بلاش للافريقي، وهذا المطلوب، بسام الاسرار في يستغل تمريره غيث الصغير، عمليه ممتازه جدا للنادي الافريقي، وهجمه تمكن من تسجيل النادي الافريقي وفرحه جماهير النادي الافريقي بهذا الهدف. سان جورج في مارس 2012 تعادل معه 1-1، ثم في مباراه الاياب الفوز في بلاش، هل يكون الثاني؟ ايش تعمل يا حمد؟ سال عن بابين داي بهير دار الاثيوبي. طبعا التحيه لزميلنا عماد الكيلاني، هذه الاعاده لتمريره خاطئه من حمدي العبيد. الافريقي ترجع من جديد الى حمدي العبيدي، فما المخالفه، وين يا سيد الحكم؟ فما مخالفه قبل، ترجع كره اثيوبيه، حذيري حذيري حذيري، ممتاز، بس مجموعات من مسابقه كاس الكونفدراليه الافريقيه يا رفق. وضربه مخالفه للزعلون الى بسام، بسام اسرار في يطلع عند داي، يلا بسام، ركنيه تونسيه، ولكن يرجع للدفاع، يتدخل، هذه الاعاده، اخر مدافع يحط الكره في الركنيه، كانت لمسه بالساق اليسار من بسام، هي لوسام يحيى، وسام توفيق شريف، هنا يكون الثاني، هنا الثاني، الهدف الثاني.
سعادة، شريفي، خليل، عمراني، بسام، ايدو في الشبكة، ايدو في المرمى. الهدف الثاني للنادي الافريقي، النسر النيجيري ايدو يتمكن من اضافة الهدف الثاني في 30 دقيقة لعب. جانب النادي الافريقي وهذا سعيد السيبي اكيد ما ينجم يكون كان فرحان بهذا. والنادي الافريقي المتعود على الاجواء القارية، كاس الكونفدرالية الكل اكيد يتذكر نهائي 2011، تصويبة ايدو على مارتين انداي. الكرة الى ابا باتامو طويلة، الكرة حذاري ما يلزمش ترك المساحات للفريق الاثيوبي، حذاري من التصويب. وتوفيق شريفي، برافو يا شريفي. فماش المخالفة، ترجع من جديد لفريق النادي الافريقي، طويلة من وسام بن يحيى الى كينغ سيدو، لكن رايت الحكم المساعد الاول بامبا يامبولي با. هذه الكرة يرفع فيها الحكم المساعد الاول رايت التسلل. صغير كالعادة البحث على ايدو، هذه كرة الحمد لعبيد. يلا حمدي، يلا حمدي، يلا حمدي، الثالث 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 الثالث، جول حمدي العبيدي. وجاء الهدف بالفنيات بلمسة الفنان، يضع الكرة حمدي العبيدي في أفضل مكان. ثالث الأهداف النادي الإفريقي وفرحة حمدي العبيدي، ممتاز النادي الإفريقي. حمدي العبيدي بمجهود خرافي ينجح في تسجيل الثالث، الافريقي بهذه النتيجه متاهل. فرحه كبيره في المدرجات، فرحه كبيره الجمهور النادي الافريقي، الامتياز لحمدي العبيدي. شوط عالمي للنادي الافريقي، قلت البدايه الحقيقيه اليوم للنادي الافريقي، والنادي الافريقي كان في الموعد رفقي. والانذار لحمدي العبيدي بعد نزعه للقميص، السيناريو المثالي. قلنا على الورق النادي الافريقي افضل احسن، لا مجال للمقارنه بين النادي الافريقي في الفتره الثانيه، والحقيقه الافريقي قادر على تسجيل مزيد من الاهداف. حلوه التمريره من ايدو لكن سيئه. ان شاء الله الشوط الثاني شوط التاكيد. بسام الاسرافي، وسام بن يحيى يرفع الكوره بالراس، والحارس الحارس، كوره للافريقي من جديد. غيث الصغير ممتاز، غيث الصغير والحارس بابين داي سايدو. قلت الضغط يولد الاخطاء، والاخطاء تجي من جانب الفريق الاثيوبي والحارس. هذه المحاوله اللي كان يتصدى لها الحارس بابين داي سايدو كاد يضيف الرابع على الافريقي، وايضا لتسويب التغيث الصغير. تغييرات سعيده السيبي اكيد، اكثر من محاوله اخرها تصدى لتصويبه قويه من غيث الصغير. الرايه مرفوعه، الراية مرفوعة، جماهير بأعداد غفيرة أمامكم على الصورة، تقريبا 35 ألف متفرج في مباراة اليوم. النادي الإفريقي كالعادة، وتقطع من الدفاعات الأثيوبية. وسام بن يحيى يقول واصل اللعب الحكم، يمشي من جديد إلى كينغسلي إيدو، إيدو النيجيري، إيدو يدخل لمناطق الجزاء، كينغسلي إيدو، ولكن الحكم يقول ما فما حد شيء. أمامكم النيجيري كينغسلي إيدو في المحاولة الأخيرة. ميسي ابن النادي الإفريقي، وأكيد تغييرات سعيد السيبي في هذه اللحظات. الكرة إلى أحمد خليل، يرفع الكرة، الرابع للإفريقي، لا فرصة هدف رابع للنادي الإفريقي. يلزم العودة للضغط تسجيل هدف رابع. الحقيقة يكون مطمئن بسام الاسرارف، اسرارف اسرارف في كرة داخل منطقة الجزاء العرضية، هل يكون الرابع؟ لا، ازدواجية حمدي العبيدي المرة هذه لم تكن في المرمى، كان قادر على تسجيل ما يسجلها كان هو. للنادي الافريقي وهجمة سريعة على مستوى الجهة اليمين، الكرة حمدي العبيدي، كرة للنادي الافريقي. هاي الكرة والإعادة، التوزيع من الزعلوني وبالراس، الارتماء الرأسية من حمدي العبيدي كيد تضيف الرابع. مل حمدي العبيدي ومل الافريقي اليوم، وكرة كرة الرابعة تضيع. زوز تغييرات من جانب النادي الافريقي، أجواء كبيرة، شاهد تابع. يا ربع مرات ورجع في النتيجة في الإياب، أهل بعد ما كان منهزم في الذهاب 2-0. 1990 هذه كرة، قلت في 1990 كأس الأندية المحرز على الكؤوس في ربع النهائي، تخطى قلوب السنوبر الغاني بضربات الجزاء. كرة للفريق الأثيوبي، الكرة للفريق الأثيوبي، التصويب وترجع من دفاع النادي الإفريقي من جديد. معز حسن ثابت في مكانه،
على دفاع النادي الافريقي وحارس مرماه معز حسن. دياكاتي يطلب التنفيذ والتغطية من حمدي العبيدي، وهذا غضب سعيد السيد. يحاول ياريد بيلاي، الكرة طويلة للمهاجم الاثيوبي حذاري، والتصويب والحارس. هاي المحاولة الأخيرة والتصويبة كانت ضعيفة في يد الحارس معز حسن. محمد على مستوى الجهة اليمين، علي العامري، علي العامري يراوغ بين علي العامري، علي العامري حذر يا العامري. كرة للنادي الافريقي كادت تخلق الخطر. الجماهير صنعتها الجماهير الموجوده على مدرجات الرادس. ريمونتادا للنادي الافريقي وتصريحات مع كرة من حسام اللاتين السويسي. السويسي وفي هذه الاونه يعلنها الحكم، يعلنها الحكم المالي عثمان دياكاتي، وتأهل النادي الافريقي الى دور المجموعات. We'll be right back.